بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطيئة مبادرا وبمعاصيك مولعا ولسخطك متعرضا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهونها لك كثيرة العلال طويلة الأمال إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخازي والعيوب ساترا ومن البلاء واقيا وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.